الجمعية العمومية المحترمين، فزي ما انتم من حقكم تكتبوا دستوركم، من حقكم تطلعوا على قناتكم يوم واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، لان احنا كمذيع داخل قناة النادي الاهلي ده فرض عليا ان انتم تبقوا موجودين. استاذ محمد عايز تقول اي حاجة اتفضل، حابب توضح عايز تقول ايه، فريق العمل بيقول اللي حضرتك عايز توضح حاجة اتفضل يا استاذ محمد. يعني الحمد لله امبارح احنا عملنا جمعية عمومية، يعني انا اقدر اقول لك غير مسبوقة، ولو حد اتكلم يقول لك غير مسبوقه ازاي؟ ما هو في انديه جابت اعداد اكتر منك، مع احترامنا لجميع الانديه. انا هدي بكيفك مثال، انا الكارنيه بتاع والدي امبارح ربنا يشفيه، انت عارف والدي مش ما بيقدرش يتحرك، معايا الكارنيه بتاعه وبيقول لي بس ست مستشار، انا ابنه بعد اذنك اصوت له، قال لي لا، يعني الصوت اللي كان محطوط امبارح في الصندوق صوت 15,000 عضو دول فعلا زي انديه ثانيه، كان بيصوت للاب والام والاخت والاخ، وبعد كده يقول لك جماعه عموميه النادي الاهلي، لا احنا عملنا ريكورد رغم كل محاولات التشتيت، محاولات البطلان، الاله الاعلاميه الرهيبه اللي بتقول مع كامل احترامي للكابتن احمد شوبير، وانا مش عاوز اعمل لك مشاكل في برنامجك، لكن كابتن احمد شوبير عامل حلقه بعد تصويت مدينه ناصر، عامل غزوه مش عامل حلقه. طب ممكن استاذن حضرتك في حاجه؟ اتفضل. استاذ محمد انا قلت لك قول اللي انت عايز تقوله، وقلت لك احكي، صدقني هرجع اقول لكم جمله انا قلتها من اسبوع برضو، لان مفيش حاجه قبل ما نبتدي نقف جنب لايحتنا مفيش حاجه سيبناها، وانا اسف للاطاله بس هوضح لك حاجه. اخلاقنا هي اخلاقنا، واحترامنا هو احترامنا، ومبادئنا هي مبادئنا، فانا في حاجه واضحه، انا ممكن كنت اخد ارقام الناس اللي كانت غضبانه وملايين غضبانين، ملايين ايه؟ ده كل واحد دخل النادي غضبان. فخليني اقول لك من غير ما نجيب سيره حد، احنا كبار قوي وكبار بانتصارنا، فاتفضل عايز توضح يا استاذ محمد. هو الموضوع شويه كابتن شادي معلش، انا يمكن منفعل ان انا من امبارح تليفونات جايه لي، رسائل عواطف طيب على الفيسبوك، اتهامات مثلا بالعماله والخيانه والمسانده لاغراض شخصيه، يمكن الحمد لله عارف احنا مين وعارف العيله ايه، طب احنا ليه شخصنا المواضيع؟ احنا واقفين ورا مجلس اداره النادي الاهلي، طول عمرنا بنقف ورا مجلس اداره النادي الاهلي، مسموش مجلس محمود طاهر مع حسن حمدي مع احترامنا لكامل الالقاب، يعني احنا مجلس النادي الاهلي واقفين معاه من ايام مشكلته مع حسن طاهر، وبعد كده مشكلته مع الوزير عمرو فاروق، مشكلته مع الوزير طاهر مدير، والنهارده مشكلته مع اللجنه الاولمبيه وكان عبد العزيز. ليه قبل كده الناس ما قالوش ان احنا لا الاهلي كان ماشي غلط؟ ليه ما قالوش كان بيناطح الدوله؟ ليه ما قالوش وجهه نظر مختلفه؟ لا ده كنا كلنا كان بيوجه اهانات كان... معلش انا اقول معلش كان بيوجه اهانات للكابتن طاهر ابو زيد، هذه الحقيقه. تمام وكان كل الاله الاعلاميه مجلس الاهلي دايما على حق. طب اللائحه اللي احنا بنتكلم فيها النهارده ايه العيب فيها؟ ايه مشكلتها؟ اللائحه اتقرت وما يرضي الله وسالنا فيها قانونيين، الاستاذ رجاء عطيه حي يرزق ربنا يديله الصحه يشهد. اللائحه يعني معلش مع احترام الانديه الاخرى بدون ذكر اسماء، ده في لائحه اعدها شخص قال لك تم علاجها بواسطه المستشار فلان لوحده ومتوافق عليها، احنا ليه بنحارب بعضنا؟ ليه بنطلق على نفسنا لقب اهلاويه واحنا ابعد ما نكون عن الاهلاويه وبنخبط في النادي الاهلي وعاوزين النادي الاهلي يقع؟ في صفحات على النادي صفحات يعني مشهوره بتتكلم باسم النادي الاهلي طالعه امبارح بتقول ندعو الوزير كريم عزيز لحل مجلس اداره النادي الاهلي، احنا كنا للدرجه دي ندعو وزير ان هو يحل مجلس اداره النادي الاهلي؟ ده احنا ساعه لما يا فندم ولا القانون يسمح حالي او سابق، ولا القانون يسمح على مسؤوليتي اللي انا بقوله، احنا ناس لما بنتكلم احنا برنامج لما بيتكلم مش بنتكلم بعشوائيه ولا لينا اغراض، احنا بنتكلم لما بنتكلم في قانون بنسال القانونيين الكبار، مش بنتكلم مع ناس تقيله في القانون يعني ليها وزنها، بنسال مش بناخد منهم المعلومه وبنبقى عارفين عشان نعرف نرد، فالقانون ولا قديم ولا جديد. طيب هقول لك على حاجه، النهارده 15,000 في الجمعيه العموميه ضد الاحباط وضد الدعاوي وضد الاتهام الجمعيه العموميه اللي هي بترتشي وضد كلام كتير جدا وصحف قوميه البعض منها، والاهلي جاب 15، امال لو سبت الامور طبيعيه كان جه كام؟ يا فندم لا، وعندك معلش انت عندك ظروف المصيف والحج والصيام ومش عاوز اقول التعنت مع كل اللي داخل واللي خارج، ده احنا سمعنا قال لك هدايا رشاوي انتخابيه، رشاوي انتخابيه فين؟ منديل منديل المنديل اللي احنا اتكلمنا فيه، منديل ده رشاوي انتخابيه يا جماعه، عيب الكلام ده يطلع من اهلاويه مش طالع من ناس ثانيه، طالع من ناس اهلاويه. هو ليه كرهنا او حبنا لشخص رئيس النادي او اعضاء مجلس الاداره بيعمينا على الحب الاهلي؟ عموما الجمعيه العموميه قالت كلمتها، الجمعيه العموميه وجهت اقوى صفعه لكل اللي هم بيطلقوا على نفسهم لقب اهلاويه وبيتداروا ورا بادج النادي الاهلي، الاهلاوي بجد بوجهه نظري هو اللي جه امبارح، هو اللي استحمل، هو اللي ادى صوته، هو قال نعم للنادي الاهلي وليس نعم للمهندس محمود طاهر او غيره، نعم للنادي الاهلي.
ويبقى الاهلي فوق الجميع يا كابتن. استاذ محمد مغربي انا بشكرك شكرا جزيلا وحماسي. استاذ كمان استاذ عماد حمدي عضو جمعيه العموميه للنادي الاهلي، راجل برضو